رؤي سعيد على بيد علاي، عضو بمجلس الاستشاري لأصحاب الهمم. حقيقة هناك مقولة تقال بأن سرعة بديهة الإنسان في العقل تعادل أضعاف 180 ألف مقابل سرعة الضوء. من هذه المقولة نعلم بأن الإنسان وكل البشر يستطيعوا أن يبتكروا، والابتكار يبدأ من الذات، والابتكار لا يقتصر فقط في اختراع جهاز، بل هو اختراع مقولة لإسعاد الذات، مقولة كذلك واختراع مواقف لتطوير الذات، وإذا تطور الذات ينعكس كل هذا التطور على إسعاد من حولنا في هذا الكون. هناك أفكار تتجمع بالإرادة وبالإصرار وبالتكرار نصنع الابتكار.